بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معكم ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا في أرضية هذا الميدان، ونحن دائما نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين المتابعين لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، هو الحضور هنا مع هذا التألق الجميل، هذا التألق الممتاز. شاهين من يستفتح إذاعتنا، هجنة الشباب، سالم سعيد في التضمير، النقلة على السايح، سمو الشيخ الزاح بسطان بالزادة الهيان، أحمد وخلفان بالصايغ، مجروعي أيضا حاضرا، وهناك فابيان، سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم، أحمد بن علي بن عامر لعويسي، وفي المركز الخامس أيضا هناك السبع، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم، محمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز ايضا الخامس اللي في المركز الخامس هناك مناوش سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم مع سيف بن خلفان على غويس، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس هناك دمعان سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، ما شاء الله محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي حاضر هنا مع دمعان، وفي المركز بينما اللي في المركز السابع اللي في المركز سابع المراكز ما شاء الله هناك الحنيش سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد حميني، وفي المركز الثامن سبع سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد خلفان بن حزيم الفلاسي، وفي المركز الثامن لماح عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، وتاسع المراكز مرضي عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، وفي المركز العاشر هناك شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع الحساس، هناك عبد الله بن علي بن واس. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز، نعناها عليكم كاملة مكملة، والكمال لله سبحانه وتعالى، ونحن دائما نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للمشاركين للمتابعين لهذه الانطلاقات أعود والعود جميل إلى شاهين، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، ما شاء الله هجر ند الشبا، هجر ند الشبا المتألقة حتى هذه اللحظات مع المركز الأول، النقلة على المركز الثاني اللي في المركز الثاني هناك مناوش، مناوش يبغي هاوش على قولتهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان على غويص صاحب الأسامي الجميلة، والنقلة على المركز الثالث السبع ما شاء الله سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد محمد بن سعيد بن حلوة، وهناك أيضا يأتي السبع أيضا ثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد محمد بن حزيم حاضرا مع السبع ثاني رابع المراكز، وفي المركز الخامس دمعان يأتي خامس المراكز سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد مكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي خماسية جميلة، والخمس ما شاء الله كل حاضر هنا مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز ما شاء الله تبارك الرحمن هنا في هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز، يا سلام هجن ند الشبا، هجن ند الشبا، هجن النواميس، هجن السيوف، هجن الكؤوس، نتمنى إن شاء الله في هذا الموسم إن شاء الله تألق دائما مع هالشعار. أيضا سالم سعيد في التضمير، النقلة على السبع اللي في المركز الثاني، وأيضا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة مناوش، هناك ثالثا سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لغويس أيضا حاضر مع ثالث المراكز، وفي المركز الرابع السبع سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزيم حاضرا، وفي المركز الخامس هناك سمو الشيخ دمعان سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، يا سلام. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة للمراكز، ضعناها عليكم بالهو التمام، هكذا كان
الوصف التفصيلي للمراكز العشر دعناها كاملة مكملة، ولكن الناموس اللي ما شاء الله عليه غادر به مبكر مرة من الوقت صراح يقعود يبغي الناموس مسراح ناموس. بسم الله ما شاء الله، تهانينا أولا للمقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم التهاني سالم السعيد أيضا على هذا الحضور الجميل والمشرف دائما على أرضية هذا الميدان. سلام عليك يا سالم بن سعيد مركز ثاني لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، مركز ثالث سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، مركز رابع سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، مركز خامس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. 6:04:22 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.